أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا لشرح متن أعرض المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد التقديم رضي الله تعالى عنه بأدلته النقلية. وما زلنا في مندوبات الصلاة، وقد وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله: وكره تكريرها بفرض كسورتين. تحدث الشيخ عن ند إكمال السورة بعد الفاتحة. يعني في الدرس الماضي ذكرنا أنه يندب قراءة، طبعا قراءة السورة سنة، أما إكمال السورة مندوب، يعني يجوز قراءة بعض السورة. يقرأ بعض السورة يعني يقرأ آيتين أو ثلاث آيات أو أول السورة 10 آيات مثلا أو آخر السورة، لكن يستحب إكمال السورة، يعني أن قراءة السورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة. لكن إن قرأ سورة طويلة كسورة البقرة طبعا يكفي منها مثلا 5 آيات 10 آيات حتى لا يطيل على الناس. أما إن قرأ سورة مثلا قصيرة كسورة مثلا والضحى يبقى يستحب أن يكملها. بعض الناس يقسم السورة الصغيرة على ركعتين، لكن يعني هذا خلاف الأول، يعني المستحب والمندوب أن يكمل إيه السورة ثم يقرأ سورة في الركعة الثانية. ثم قال: وكره تكريرها، أي تكرار السورة، حكم تكرار السورة. يعني واحد مثلا قرأ في الركعة الأولى إنا أعطيناك الكوثر، ما يقرأش في الثانية إنا أعطيناك الكوثر إلا إذا كان لا يحفظ إلا هذه السورة. يعني بعض العجائز من العوام لا يحفظ إلا قل هو الله أحد، يعني يحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد، يقرأ دائما قل هو الله أحد في الركعتين. هذا طبعا هذه ضرورة بالنسبة له، لأنه لا يستطيع أن يحفظ غير واحد. وكره تكريرها، أي السورة في الركعتين بالنسبة للفرض، بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي قرأها في الركعة الأولى أنزل منها لا أعلم. يعني يكره تكرار السورة نفسها كما يكره التنكيس. يكره التنكيس. الشيخ ضرب مثلا قال: فلا يقرأ في الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر، بعد قراءته في الأولى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لأنه طبعا إنا أنزلناه
هي سورة القدر قبل سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب حتى وإن كانت أطول منها، لكن يقرأ ما بعدها، يقرأ إذا زلزلت، إذا قرأ لم يكن يقرأ إذا زلزلت. فالتنكيس عندنا في المالكية مكروه، مكروه ولا يبطل السلام. فالأفضل أن يقرأ على ترتيب المصحف، على حسب السور في ترتيب المصحف. لكن لو واحد مثلا على سبيل السهو والخطأ، يعني لا يعرف ترتيب السور مثلا، قصار السور لا يعرف الترتيب، فقرأ مثلا والعاديات الضحى ثم قرأ السريع إذا زلزلت اللي هي أعلى منه، فهنا التعمد هو المكروه، تعمد التنكيس مكروه. لكن لو يعني وقع سهوا لا شيء فيه. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ البقرة في صلاة الليل كما يقول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا. ولذلك الإمام الشافعي قال لا يكره التنكيس، يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الليل، يبقى هذا إيه؟ جائز عنده. لكن عندنا خلاف الأول، يعني الأولى أن يقرأ بترتيب المصحف. أيوة، هو ترتيب المصحف الراجح أنه توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه آيات قال ضعوا هذه الآيات مثلا في سورة البقرة، ضعوا هذه الآيات في سورة النساء، ضعوا هذه الآيات في سورة آل عمران. الترتيب هذا الترتيب الراجح أنه توقيفي، يعني ليس باجتهاد الصحابة. يعني الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الراجع أنه إيه؟ توقيفي. بعض العلماء قالوا يعني باجتهاد الصحابة، لكن الراجع أنه إيه؟ توقيفي. أما التنكيس الحرام اللي هو إيه؟ تنكيس آيات السورة نفسها، آيات السورة نفسها، يعني يحرم تنكيس الآيات، لأن ترتيب الآيات ده طبعا وحي من واحد مثلا إلى 200 مثلا و50 280 288 مثلا سورة البقرة، كل آية مرتبة وحي، فيحرم التنكيس داخل السورة. يعني ما يقراش آخر البقرة وأولها، هذا لا يجوز. لكن تنكيس السور في خلاف، عندنا احنا خلاف الاول، عند الامام الشافعي جائز. يبقى في فرق بين تنكيس الايات وتنكيس السور. بفرض لا نفي فيجوز التكرار، يعني لو واحد في النافله قرأ إنا أعطيناك الكوثر، يجوز أن يقرأ في الثانية إنا أعطيناك الكوثر. قرأ في الأولى قل الله أحد، يجوز أن يقرأ في الثانية قل الله أحد. ده في صلاة النفل. أما في الفرض يكره التكرار. واحد مثلا قرأ على سبيل الإيه؟ السهو. قرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، فهل يجوز أن يكررها أو أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الثانية؟ الشيخ الصفتي المالكي رضي الله عنه قال اجتمعت هنا كراهتان، كراهة تكرار السورة وكراهة التنكيس. فكراهة التنكيس أخف من كراهة التكرار، لأن التنكيس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أما التكرار لم يرد، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يعني قرأ السورة نفسها في الركعتين. واحد يقول لي مثلا بيفتي من غير علم، يقول لك إيه يقرأ أول البقرة، طب الفرد بين أول البقرة وقراءة قل أعوذ برب الفلق ما هو؟ ده تنكيس وده تنكيس، لكن إفتاء من غير علم يعني. يعني إفتاء بفكاكة كده يعني. لكن لا، لازم الإنسان يعني يقرأ العلم أولا ثم يفتي، ولا يفتي من عنده. يعني هو فتوى تنكيس، ونفكر يعني انه خرج من التنكيس لما قرأ اول بقرة، خرج من التنكيس يعني قرأ اول المصحف واخر المصحف، يبقى تنكيس ولا مش تنكيس؟ هي يعني قراءة قل اعوذ برب الفلق كقراءة اول البقرة، اي سورة اعلى منها، لان هي اخر اخر سورة في القرآن، فأي سورة قبلها تنكيس سواء البقرة او الفلق. فإذا كان في نافلة يبقى يقرأ في الثانية إيه؟ قل أعوذ برب الناس. إذا كان بيصلي تحية المسجد، بيصلي الشافعي، بيصلي أي نافلة، يقرأ قل أعوذ برب الناس مرة أخرى. ففي النافلة يجوز التكرار. لكن الفرض يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الثانية. كسورتين، أي كما يكره بالفرض قراءة سورتين في ركعة، وجاز بالنفل قراءة السورتين والأكثر بعد الفاتحة. يعني بالنسبة للإمام أو المنفرد يكره أن يقرأ سورتين في الركعة، ده بالفرض. أما في النافلة كما نفعل في صلاة القيام يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة، يعني يقرأ سورتين وثلاث وأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. أما في الفرض إذا كان إمام يبقى يقرأ سورة واحدة ولا يقرأ أكثر، يكره له أن يقرأ أكثر من سورة في الفرض. ومن المندوبات قال وندب تطويل قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل. احنا عندنا في القرآن طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، فمن أول الحجرات إلى سورة النازعات إلى النازعات، كل ده اسمه طوال المفصل. ومن أول سورة عبس وتولى إلى سورة والليل إذا يغشى، ده اسمه أواسط المفصل. ومن أول سورة والضحى إلى الناس قصار المفصل. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ففي صلاة الصبح وبعدها صلاة الظهر يندب القراءة من طوال المفصل، بس على حسب أحوال الناس كما سيأتي الشيخ يقول. وندب يعني أن تطويل قراءة الصبح مستحب، مستحب، لأنها أول صلاة طبعا في النهار، في صلاة أول صلاة في اليوم، والإنسان بيبقى قائم من النوم طبعا مستريح قوي البدن، فالتطويل طبعا لا يهم. وندب تطويل قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل لفعله صلى الله عليه وسلم، وأوله سورة الحجرات وآخره سورة النازعات. يعني الطوال غالبا ما بين ربع يعني 30 سطر فأكثر، يعني 35 أحيانا، 32 أقل، مثلا 25 سطر على حسب إيه طول السورة وقصرها، لكن هو ده المستحب. قال وإن قرأ فيها بنحو ياسين
يعني أعلى من الحجرات فلا بأس بحسب التغليس، بحسب التغليس، يعني أنه إذا صلى يعني في أول الوقت والظلام مختلط، يعني الظلام شديد، يبقى يجوز أن يقرأ بياسين. أما إذا أقام الصلاة مثلا بعد 10 دقائق أو بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة، يبقى كده إيه؟ داخل على الإسفار، إسفار الصبح. أيوه، هنا يقرأ أقصر من ذلك حتى لا يدخل في الإسفار، لأن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح بغلسين. صلى في وقت الإسفار يعني وقت الضوء، يعني قبل مثلا طلوع الشمس بساعة إلا ربع مثلا، الإسفار يبدأ، يعني صلى لكن كانت صلاته في الإسفار قليلة جدا. أما غالب صلاته صلى الله عليه وسلم كانت في أول الوقت، أول صلاة الصبح، أول وقت صلاة الصبح في الغلس، يعني كما يقول بعض الصحابة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا لا يعرف جليسه. طبعا ما فيش كهرباء كان في وقته صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد مظلم، يعني لو واحد بص على الجار لا يرى، لا يعرف من هو، ده من شدة الايه؟ الظلام، من شدة الغلس. وارد طبعا يعني سيدنا انس بيقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح واحدنا يعرف جليسا، من الايه؟ من الاسفار، بدا الضوء ينتشر، يبقى اللي ينظر بجوار يعرف من هو. لكن غالب صلاته صلى الله عليه وسلم تكون في التغليس. فاذا يعني بدا اول الوقت في شده الظلام ممكن يصلي بسورة ياسين مثلا والصافر، لكن إذا قرب من الإسفار يبقى يقصر القراءة. هذا معنى كلام الشيخ. وإن قرأ فيها بنحو ياسين فلا بأس به بحسب التغليس. والظهر تليها، أي تلي الصبح في التطويل، بأن يقرأ فيها من طواله أيضا، يقرأ فيها من الطوال لكن أقل، أقل من سورة من إيه؟ من الحجرات، يعني يختار من الطوال السور زي لا أقسم بيوم القيامة مثلا، أو مثلا إيه المرسلات، يعني يختار الأشياء السور اللي هي أقصر من الحجرات ومن قاف إلى آخره. أما وسط المفصل ووسطه أوله عبس، عبس وتولى، وآخره سورة والليل إذا يغشى. قال والتطويل المذكور يكون لفذ منفرد، يعني يصلي بنفسه، وإمام بجماعة معينين طلبوه، أي طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو بلسان الحال. يعني لو واحد صلى لنفسه يطول ما يشاء، يطول في الصبح، يطول في الظهر، أو واحد إمام يصلي بجماعة معينين، أصحابه مثلا ومعارفه، أو المكان نفسه محصور بجماعة معينين يصلون الصبح وحدهم، فأطال بهم الإمام ولم يتكلموا، يبقى لسان حالهم يقول إنهم يحبون التطويل. أو صلى بهم وقصر فقال له طول بنا، يبقى طلب التطويل بلسان المقال، يعني إما أن يطول التطويل أو هو يطول بهم ويرضون بالتطويل، يبقى يستحب في حقه التطويل. ف
ثم قال الشيخ: وإلا فالتقصير في حقه أفضل. يعني الذي يصلي بالناس ولم يطلب منه التطويل لا بلسان الحال ولا بلسان المقام، يبقى الأفضل في حقه التقصير. يعني في حديث طبعا البخاري ومسلم والموطأ، حديث مشهور: من أمن بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. الضعيف بنية ضعيف ما يقدرش يقف على يعني على رجليه طوال الصلاة، والسقيم هو المريض، وذا الحاجة المسافر أو صاحب الصنعة صاحب عمل. وثبت طبعا في البخاري لسيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي صلاة الغداء بسورة البقرة، فتأخر رجل من الصحابة لأنه كان صاحب عمل، ورجل طبعا صاحب العمل دايما بيبقى يعني يريد أن يذهب إلى العمل أو أنه مجهد، راح شكا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل به. الراوي يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته أشد منه في هذه الموعظة. وأتى معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات. يعني تفتن الناس عن دينهم، يعني تتسبب في أن يتأخر الرجل عن صلاة الجماعة، فتنة. المساجد كده إيه؟ تخرب. تخرب المساجد. هذه فتنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أمن بالناس فليخفف. وبين السبب صلى الله عليه وسلم. فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ولذلك الشاعر قال إيه؟ رب إمام عديم ذوق أما بالناس ولم يخفف، خالف قول طه: من أما بالناس فليخفف. صلى الله عليه وسلم. الذي يطول الناس عديم عديم السم. لأن الناس يعني لو نظرت فيهم يعني لا يخلون من هذه الأعذار الثلاثة معروفة. ولذلك قال الشيخ: وإلا فالتقصير في حقه أفضل، لأن الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة فيضرهم التطويل. أي لأن المتنطعين خاصة في زماننا هذا كثيرون، يقول لي أنا أصلي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يصلي يصلي واللي ما يصليش يروح النار. يعني هي دي فتوى. وسبحان الله، هو المتنطع ده لما يجي يخش يصلي ركعتين يعني تجد صلاته اقل من العادي. يبقى انت تطويلك هذا ليس من اجل السنه، وانما من اجل الرياء والسمعه. يقال فلان قارئ، فلان مستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أجل الناس، تطويله من أجل الناس. وندب تقصيرها أي القراءة بمغرب وعصر، فيقرأ فيهما من قصار المفصل في العصر وفي المغرب. يقرأ من الضحى إلى إيه؟ إلى الناس. وندب توسط بعشاء فيقرأ فيها من أواسط المفصل، يعني من
سورة عبس وتولى إلى والليل إذا وش، يعني ده قراءة متوسطة. كما يندب كما قال الشيخ، وندب تقصير الثانية عن الأولى وكره تطويلها عنها. وندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى، والمساواة جائزة بمعنى أنها خلاف الأول، يعني من السنة المستحبة أن يطول الركعة الأولى عن الركعة الثانية حتى ولو بالإسراع في القراءة. يعني مثلا قرأ سورة في الركعة الأولى بتؤذى، فيريد أن يقصر الركعة الثانية عنها، ممكن يقرأ سورة بعدها حتى وإن كانت مماثلة لها لكن يسرع في القراءة، يعني رتل السورة الأولى يبقى يقرأ في الثانية بالحذر اللي هي المرتبة الأخيرة في الإيه؟ في القراءة الحذر، يعني بحيث الزمن يبقى أقصر في الركعة الثانية من إيه؟ من الركعة الأولى. والمساواة جائزة، يعني قرأ في الركعة الأولى بعشر آيات وفي الركعة الثانية بعشر آيات، لكن الأولى أن يزود الركعة الأولى مثلا 12 آية أو 13 آية والثانية بعشر آية، هذا هو الأفضل، لكن المساواة جائزة. لكن التطويل في الثانية مكروه، يعني ما اقرأش مثلا في الركعة الأولى مثلا والضحى والليل إذا سجد، يجي في الثانية يقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن دي كانت مرتين، يبقى طول الثانية عن الأولى، هذا مكروه. وكره تطويلها أي الثانية عنها أي الأولى، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى عن الثانية، حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يعني كان يطيل الركعة الأولى ليلحق به المتأخر، ليلحق به المتأخر، وكان يأمر الأئمة بذلك، يعني كان يأمر من صلى وقصر في الأولى كان يأمر أن يطيل ليلحق به المتأخر. ثم قال من المندوبات يعني وإسماع نفسه في السر وقراءة خلف إمام فيه وتأمين فز مطلقا كإمام في السر ومأموم في الجهل إن سمع إماما. وندب إسماع نفسه في السر لأنه أكمل وللخروج من الخلاف. طبعا هناك قراءة بحركة اللسان من غير أن يسمع نفسه، وده أدنى السر عندنا، أدنى السر القراءة بحركة اللسان، وأعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه اللي هو بجواره. فالإمام الشافعي رضي الله عنه أوجب إسماع النفس، قال إن لم يسمع نفسه، بالنسبة للإمام أو الفاس المفرد صلاة باطلة عند الإمام الشافعي، ولذلك الشيخ قال وندب إسماع نفسه في السر لأنه أكمل، وعلشان يسيطر على الوساوس، يعني القراءة مع إسماع النفس تسيطر على الوسواس، لكن القراءة بحركة اللسان ممكن الإنسان يعني يسيطر عليه الشيطان.
وللخروج من الخلاف، لأن الإمام الشافعي أوجب إسماع النفس في القراءة. وإسماع النفس طبعا أكمل في إخراج الحروف، يعني يعطي كل حرف حقه ومستحقه، لكن حركة اللسان لأنه صفات الحروف غالبا يعني تضيح في حركة اللسان، يعني السين فيها الصفير والصاد فيها الصفير والذال فيها إخراج اللسان، كل ذا في حركة اللسان فقط لا يظهر، والتفشي في الشين كل ذا في حركة اللسان لا يظهر. ولذلك الشيخ قال إيه؟ قال وندب إسماع نفسه في سر لأنه أكمل في القراءة. الذين آتيناهم الكتاب يؤتونه حق تلاوته. إيه حق التلاوة؟ ورتل القرآن ترتيلا، أي حسنه تحسينا، وذلك بإخراج كل حرف من مخرجه، ويعطي كل كلمة حقها من الشدة والمدة، الشدة والمدة والسكون والحركة لا بد من مراعاتها. نرجو كل واحد يغلق المحفظة، أي واحد ما يقول يكفي، هذا باب الأدب للعلم بالذات، لأن التشويش على العلم وعلى المصلي حرام لا يجوز، يا إما يعمل صامت يا إما يكفل خالص، ده الأفضل يعني. حتى لا يشغل يعني من يعني يتصل به، ده من أدب العلم. بعدين علشان التسجيل، لأن ده بيرفع على النت وكل شوية نسمع حميد، لا ما ينفعش، هذا خطأ. وندب قراءة خلف الإمام سرا فيه، أي السر أي في الصلاة السرية وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء. بالنسبة لمذهب الإمام مالك نقرأ في السر استحبابا، لأن الإمام يحمل عنا القراءة. الإمام كما يقول المالكية الإمام ضامن لكم، يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. وارد طبعا في الأثر من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له تسد عنه، إنما القراءة واجبة على مين؟ على الإمام والفز. أما المأموم يقرأ في السر في الظهر والعصر والركعة الأخيرة في المغرب والركعتين الأخيرتين في العشاء. أما في الجهر وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لكن الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يوجبان القراءة، قراءة الفاتحة في السر والجهر، بس ما يقرأش مع الإمام، يقرأ بعد قراءة الإمام. إن سكت يقرأ في السكت، ما قرأش يقرأ في أثناء السورة. ده بالنسبة للحنابلة والشافعية. إحنا عندنا الإمام كما ذكرنا قبل ذلك يرفع كل الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام. تكبيرة الإحرام لأنها ركن والسلام ركن، لكن يرفع القراءة والتكبير والتسميع والتسبيح كل الأقوال، يعني يحملها الإمام عن المأمور. وندب تأمين فزد، أي قوله آمين بعد ولا الضالين، مطلقا في السر والجهر،
وذلك طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث إنما جعل الإمام المؤتمر به فلا تختلفوا عليه في البخاري ومسلم. في آخر الحديث وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن الملائكة تصلي خلف الإمام، تصلي معك خلف الإمام، فإذا قال الإمام ولا الضالين قالت الملائكة في السماء آمين، والذين يصلون مع المصلين يقولون آمين، كل الملائكة تقول آمين. يبقى لو وافقت كلمة آمين من المأموم آمين مع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو السر في قول آمين. فالفس يقول آمين والمأموم يقول آمين. هنا المالكية يقولون الإمام لا يقول آمين، لكن الراجح من حيث الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أنه يقول آمين يرفع بها صوته، في البخاري يرفع بها صوته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون معه آمين، يعني الإمام والمأموم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون جميعا آمين. إحنا دليلنا الحديث فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني حصل افتراق بين الإمام والمأموم، لكن السنة الفعلية يعني تؤيد كلام الإمام الشافعي وأحمد بأن الإمام يقول آمين مع المأمومين حتى يختلط به أصواته، أصوات الصحابة تختلط بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتج بهم المسجد كما ورد في البخاري. فالإمام في السر يقول آمين، والمأموم في الجهر هو الذي يقول آمين، والفس يقول آمين في السر والجهر لأنه يصلي وحده، وفي الجهر إن سمع المأموم الإمام، لكن إن لم يسمعه عنده صمم أو بعيد والإمام صوته منخفض يبقى هنا يعني لا يستحق في حقه أن يقول آمين، وإلا يقول آمين على إيه؟ هو لم يسمع شيء، لم يسمع شيء يقول آمين، متى يقول آمين؟ ما دام لم يسمع يقول لا إن لم يسمع. قال ولا يتحرى، يعني لا يتحرى هل الإمام قال أو لا، إن سمعه قال ولا الضالين يقول آمين، لم يسمعه يبقى لا يتحرى. عندنا هنا يندب الإصرار بالتأمين، يعني إحنا نقول آمين يعني نسمع بها أنفسنا بس، نقول آمين يعني من غير جهر لكل مصل طلب منه إن كان فز أو أو مأموم. يعني المالكية نظروا إلى أنها من باب الدعاء، لأن معناها استجب، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، يعني استجب لنا يا رب، فقالوا والدعاء يستحب أن يكون تضرعا وخفيا، ده حجة المالكية، لكن السنة الفعلية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتج بهم المسجد. زي ما انت تسمع كده الشافعيه والحنابله
في أي مسجد تلاقي الصوت إيه؟ يهز المسجد. وهكذا الصحابة كانوا هكذا. فالراجح طبعا كلام الشافعية والحنابلة. ولكل وجهة. لكن إذا كما يقول العلماء الخروج من الخلاف أفضل يعني. زي تأمين الإمام كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين. فهو أرجح يعني من حيث الدليل الفعلي. ثم قال: وتسوية ظهره بركوع ووضع يديه على ركبتيه وتمكينهما منهما ونصبهما وتسبيح به كسجود. وندب تسوية ظهره أي المصلي بركوع أي فيه، ووضع وندب فيه وضع يديه أي كفيه على ركبتيه وندب تمكينهما أي اليدين منهما أي من الركبتين، وندب نصبهما أي الركبتين فلا يحميهما قليلا خلافا لبعضهم. احنا طبعا يعني ذكرنا في الأركان كيفية الركوع على السنة. قلنا أقل الركوع أن يضع يديه على ركبتيه حتى وإن كان الظاهر هكذا، ما دام وضع يديه على ركبتيه يبقى كده ركعة. يعني ما دام انحنى حتى وصلت اليدان إلى ركبتين يبقى إيه؟ أتى بالركوع الفرض. أما كونه عاد إيه؟ يساوي الظهر بالرأس، وقلنا لا يعني إيه؟ لا يصوب رأسه إلى أعلى ولا يطأطئ رأسه إلى أسفل. يعني في بعض الناس يساوي ظهره لكن رأسه تبقى عامل كده. واحد يساوي ظهره ورأسه عامل كده. زي البصل كده. ما هو يعني نقول لم يتلقى هيئة الصلاة عن السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره ورأسه في الركوع ويضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم. لازم يكون واحد ماسك على حاجة كده، لأنه في بعض الناس واحد يمسك كده، يمسك ليه كده يعني ما يحطش ده على ركبته تبقى ماسك كده من ورا. لازم يكون واحد ماسك أي حاجة، لا يضع اليدين على الركبتين هكذا كأن واحد قابض على الركبتين مع تفريط الايه الاصابع. ما عملش كده اهو، لا كده بعدين الركبه تبقى كده اهو، يعني الركبه نفسها واقفه. لانه في بعض المذاهب يقولون الانحناء هكذا الورع، لكن احنا الركبه بتبقى كده. هاي حط رجله عليه اليد عليه. لكن عند غيرنا تلاقي الركبه دي فين؟ محنيه الورع زي ما قلنا في صفه الركوع. يبقى المساواه مستحب، مساواه الظهر مع الراس. وقلنا يعني مع الطمانينه طبعا بمقدار ما يضع كوب الماء على ظهره ثم ياخذه، ولا يكون ذلك إلا بالتسوية. وتمكين اليدين من الركبتين. هذا والله تعالى أعلم.